ونفسي اللي عايز يقول كلمة ما تخليك قدها، ما تخليكوا قد الكلام اللي انتوا بتقولوه. ليه بتعملوا اكاونتات فيك؟ ليه ما توريني عرضك وطولك يا اخي وتظهر لي بشخصيتك؟ قاعد ورا الحديدة تعمل ايه؟ تداري فشلك وعقدك ونواقصك سواء واحد او واحدة، لانكم مش محترمين ومش متربيين وعارفين ان اللي بتعملوه ده غلط. كونك انك بتستخبى يبقى انت جبان او انت جبانة، لانك عارف اللي بتعمله ده غلط. طالما بقى بتعمل الغلط وانت قاصد، يبقى انت انسان انت مش متربي وانت انسان حقير. بتردي عليهم لين شخصية عامة؟ مفروض ما ترديش. لا يا حبيبتي، لا، انا حرة، اسمها انا شخصية حرة، ربنا كده خلقني حرة. زي ما انتي اتولدتي حرة عشان تنتقديني وتهنيني، انا كمان اتولدت حرة عشان لا اقبل اني اسكت للإساءة. لا، قلة الادب دي، ايه البزرميطة اللي احنا فيها دي؟ ايه ده؟ وايه اللي كل شوية الاقي بين كل كومنت وكومنت ستوري 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 وميوهات وكلام قذر وصور في الاكاونتات؟ ايه يا جماعة، في ايه؟ ده انا بعمل استغاثة النهاردة وبعمل بلاغ للنائب العام. احنا هنفضل في مهزلة السوشيال ميديا دي لحد امتى؟ لازم يبقى في تحكم فيها علشان الناس البغال اللي هم القطيع دول ما يتفلتوش علينا. ده غير بقى طبعا اللجان، وما أدراك ما اللجان بقى. يا سلام يا سلام لما تقول كلمة حلوة بقى لبلدك ولا على بلدك، يا سلام. يلا يا جماعة، ياخدوا الأوردر، ادخلوا يا لجان، اشتموها، بهدلوها. ايه في ايه؟ في ايه؟ سيادة النائب العام، احنا بنستغيث بيك، واظن اني اقدر اني اوكل من كل حد حر ومحترم شخصية عامة انه يضم صوته لصوتي، ان احنا لا نقبل الاهانة ابدا، وانه لازم يكون في حزم وموقف من الرعاع اللي بيبهدلونا ويشتمونا ويستخبوا ورا الحديدة دي. انا مستعد اقعد في البيت وما اشتغلش، وارد بقى امسكهم بقى واقعد لهم وارد بقى على الناس، واعمل بلاغات بقى لكل واحد، ونشوف ونعمل تتبع ونشوف ده مين واللي عامل اكاونت وفيك ايه. في ايه يا جماعه؟ انت فاضي بعدين ترجع تقول اصلا انا مش لاقي شغل؟ ما انت تلاقيك بين الحبه دول حبيبي. انت لو عندك شويه وقت فاضي، اشغل نفسك بحاجه كويسه، ادخل شوف معلومه حلوه تفيد بيها نفسك وتفيد بيها مجتمعك. تتعمل ايه وانت قاعد ورا الحديده؟ قاعد تنصب نفسك عليا حكيم وتدعي عليا وتقول لي يا رب المرض ياكل فيكي، ان شاء الله يا رب، ربنا يا رب، ولك مثل الدعاء اللي بتدعي بيه. ده اللي رسولنا الكريم قال عليه ان احنا نقوله، ولك مثل الدعاء. شوف انت بقى، الطيب يا جماعه ما بيطلعش منه الا الطيب، والخبيث ما بيطلعش منه الخبيث. فاللي بيعمل كده هو اصلا هو مستنقع، فبيطلع منه الكلام ده. انا مش هسكت، ولازم يبقى في حل. وانا بعمل دعوه النهارده لكل شخصيه عامه ان احنا ما نقبلش الاهانه، ما ينفعش. لا للاهانه. احنا ناس بنتعب وعلشان نأدي عملنا وبنخاطر بحاجات كتير في حياتنا علشان ان احنا نتواصل وان احنا نقدم شيء، زي ما كل واحد بيخاطر عشان يعمل وظيفته ويعمل شغله، احنا كمان برضو كده. سواء فنان بينزل من بيته عشان يأدي عمله، ولا مذيع عشان تنزل تأدي شغلها، ولا مخرج عشان يخرج العمل، ولا رئيس محطة عشان يعمل تكوين المحطة ويخرجها في أحسن حال علشان يوصل لك المعلومة ويوصل لك وانت قاعد في البيت تشوف عمل متكامل. كل الناس دي ما يستحقوش ان هم يتهانوا على فكرة ويتبهدلوا. لا للإهانة. وإذا كانت شغلتي بعيدها للمرة العشرين النهاردة، إذا كانت شغلتي هي اللي فرضت عليا اني اتهان او اقبل الاهانه، انا من النهارده انا بعتذر، انا النهارده بستغيث.
بكل زملائي في المهنة وفي الحقل الإعلامي وفي الحقل الفني وفي كل جميع المجالات. والنهاردة بستغيث بالنائب العام، بستغيث بكل المناصب اللي في الدولة، بستغيث ببلدي بأنه لازم يكون في وقفة. يا رب المرض يأكل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه ده، الكلمة صعبة قوي قوي. ايه ده، هو المرض ده يا ابني بيجيلي منين؟ ربك. وبعدين اش عرفك؟ يمكن ده تكريم ليا. اش عرفك انه المرض عقاب؟ انت واحد ما عندكش دين ولا ملة لما تفهم ان المرض ده عقاب، بالعكس ده منحة مش محنة. دول آفات في المجتمع، آفة بتصيب مجتمعنا، والجيل بتاعنا هيطلع سيء جدا، لأنه بيسمع وبيشوف الناس اللي بتقعد ورا الحديدة دي ظلمة، ناس ظلمة. احنا عملنا ايه في حياتنا علشان نتبهدل ويتقلنا كلام سيء ونتشتم بالأب وبالأم ويدعي علينا وأمنيات الأمراض يتمنوها لنا؟ ايه ده، ايه السواد ده، ايه السواد ده، ايه الفحم ده اللي جوه قلوبكو؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. والله العظيم لو أنا أرد وحد يدخل يقول لي انتي شخصية عامة ما ترديش، لا أعمله هو كمان بلوك، ويانا انتو بعد كده. وإذا كانت مهنتي هي اللي هتخليني ان أنا أقبل إهانة، أنا بعتذر النهاردة. شكرا، سلام عليكم.